اهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين، وحلقة خاصة جدا من برنامجنا الشهير أكلة أمي. بساطة، سهولة، مرونة. احنا مع بعض النهاردة، الأكل بتاعنا في متناول الجميع، ولكن نحط في الاعتبار لازم تكون القيمة الغذائية للمحتوى بتاعنا متواجدة على السفرة. معانا المبكبكة النهاردة بتتعمل بالفراخ، بتتعمل باللحمة. اخواننا في ليبيا شطار في عمايلها، والمصريين كمان شطار في عمايلها. المبكبكة باللحم الضاني أو الكندوز، ومعانا سلطة لطيفة وجميلة، سلطة الفلفل المشوي بالطحينة. السلطة دي بتلعب دورين، دور المقبلات والسلطة، بتجود الطحينة فيها، والطحينة أوميجا 3، وإحنا محتاجين لأطفالنا أوميجا 3 علشان الذاكرة والتركيز. أما العصير النهاردة، عصير الكنتالوب بالنعناع، هنشوف البساطة والسهولة في عمايله. وأنا دايما بنصح على السفرة وفي الأكل وفي كل الوجبات، يا ريت يفضل العصير الفريش اللي هي الفواكه، لطيفة وجميلة، بدلا من المياه الغازية. مش عايز اطول على حضراتكم لان في تفاصيل في الحلقه وفي بساطه وفي سهوله. تعالوا مع بعض نطلع فاصل صغير، اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لتفاصيل صغيرة ولكن المعنى كبير والطعم جديد. ازاي اعمل المبكبكة من المطبخ الليبي، من المطبخ المصري؟ دايما انا بناشد واقول الاكلة حسب اللي بيعملها ايا كانت البلد بتاعتها. يعني ممكن احنا المصريين بنحب المبكبكة حبا للشعب الليبي الشقيق، ولكن تعالوا نشوف الشيف المغازي يعملها النهاردة بالبساطة والسهولة ازاي. معانا لحم ضاني، ممكن يكون كندوز على فكرة، ومعانا مكرونة صغيرة، معانا من البقدونس المفروم المتقطع من غير العلوق، من غير العروق بتاعته، 4 معالق، ومعانا بصل ومعانا توم. تعالوا شوفوا نعملها مع بعض ازاي مع البهارات اللطيفة والجميلة. أول حاجة بيكون معانا طاسة شديدة الحرارة على النار. حلو الكلام؟ طاسة شديدة الحرارة على النار. مهم جدا اللحم أو الفراخ لما تيجي تستخدميها تبع لمكرونة أو لرز، تبدأ انك انت تديها الصدمة النارية اللي تحافظ على السائل اللي موجود في حتة اللحمة او الجوس اللي موجود في حتة اللحمة. تعالوا شوفوا نعملها مع بعض ازاي. اول حاجة معانا بصل، هنقطعهم مع بعض. دايما اكلات المكرونة بتحب البصل، بتحب التوم، طالما هنعمل المبكبكة. ودايما المبكبكة بتبقى بنت عم طاجن المكرونة باللحمة. ليه يا عم الشيف؟ لان المكرونه بتبقى مستويه جامد معاها فراخ او معاها لحمه، فبتبقى لطيفه وجميله. ادي البصلايه بالشكل ده كده، حلو. انا من عشاق البصل المستوي جوه اطباق المكرونه، وحذاري ان البصله ما تستويش منك في طبق المكرونه، بتبوظ لك المود على طول. حلو الكلام. ادي البصلايه حلوه زي دي كده، باخدها مع شوية زيت زيتون واشوحها على النار. دي ألف باء مبكبكة. سواء تعملها بالفراخ، سواء تعملها باللحمة، اختياري. حلو الكلام؟ حلو الكلام. بس أنا من الناس اللي مش بتحب ريحة البصل تبقى ظاهرة في المطبخ، ولا بحب ريحة البصل تبقى إيه في يعني في قلب الملابس بتاعتي وأنا واقفة في المطبخ. ممكن ملابسك دي أو الطقم اللي انت لابساه تقابلي بيه حد وتقعدي في قلب الصالون، والله بكلمك الكلام ده من القلب، فتطلعي من المطبخ تقولي ريحه ملابسي فيها بصل وفيها توم. فالعود الروزماري والعود الزعتر ده في قلب الزيت شال ريحه البصل خالص من القلب البيت. هو ده. شفت بقى المطبخ؟ هو دي البساطه. ننزل بالبصلايه الحلوه دي كده، بس خلاص، مفيش ريحه للبصل خالص ولا مكان ليها خالص في المطبخ. هنقلب البصلايه دي كده، هتاخد مني وقت يا عم الشيف الله يسامحك، وهقعد اقلب فيها لغايه لما ايدي توجعني ودراعي يوجعني. طب اعمل ايه؟ انت شيف شاطر وبتعلمنا على التريكات الحلوه، بتعلمنا على الحاجات الحلوه، وبتريحنا في المطبخ، الله يريح بالك. اتعلمي دي مني. مكعبين من الزبده يساعد على احمرار البصله سريعا. وضع الملح
يساعد على دبلان البصله سريعا. ونقلب، بس خليكي فاكره انك حاطه ملح. نقلب كده، شفت البصلايه لونها بسرعه هيتغير بالشكل ده كده. الله، حتى فصصت من نفسها وطلعت من يعني من بعضها، والبصلايه بقت ايه، شفت ازاي كترت ازاي؟ هو ده الشطاره. هنغطي الحله دي كده ونسيبها على النار. هي دي التركايه، البصلايه اللي بتتحمر دي الطعم فيها، سواء بقى نعملها بالفراخ او باللحم. بيسالوني المبكبكه بالفراخ نفس الطريقه اللي هي باللحمه؟ هي نفس الطريقه، الاثنين زي بعض مفيش فرق، بس توابل الفراخ بتختلف غير توابل اللحمه، توابل الفراخ بتختلف غير توابل اللحمه. والبصلايه معانا على النار، ان انا اغطيها، بيسالوني ليه بتغطي البصلايه وهي بتتحمر؟ محدش بيغطي البصلايه. الفكره من ان احنا لما بنحمر بصلايه متقطعه شرايح غير لما بنقطع بصلايه متقطعه مكعبات صغيره وانت بشرها. البصلايه دي لازم تاخد اللون، لازم تتكرمل، لازم تديني الطعم، لان هي البطل في الموضوع. سبحان الله، هي الاساس في الطعم، مع العود الروزماري والعود النعناع الحلو اللي خلى المطبخ ما ريحتوش بصل. هناخد اللحم بتاعنا، اللحم ده ممكن يكون فراخ متقطعه، ننزل الفلفل الحار المبكبكه بتحبه، سواء سليم سواء متقطع. اللحم بتاعنا احنا مقطعينه مكعبات صغيره كانه شيش كباب علشان تستوي بسرعه، حلو، ويبقى في تناسق وفي يعني نسبه وتناسب ما بين شكل المكرونه وشكل اللحمه. ما ينفعش ان انا احط لحمه هوبر بالعض، خلي بالك. بيسالونا على السوشيال ميديا ينفع نعمل المبكبكه بصدور فراخ؟ ينفع، ينفع نعمل البكبكه بفراخ صحيحه بتقطع الفرخه لثمان قطع وعشر قطع؟ ايه هي المبكبكه وليه سموها المبكبكه؟ هنجاوب على السؤال ده عملي، عشان بنحط الفراخ او اللحمه مع المكرونه على النار ونسيبها تستوي لغايه لما تبكبك. تبكبك يعني ايه؟ تطلع صوت بكبكه. ادي اللحمه اهوت. الله، ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ نبدا نبهر اللحمه دي. نبهرها بايه يا عم الشيف؟ البهارات بتاعتنا العاديه خالص، ولكن بتبقى محرمشه شويه. البابريكا الحلوه اللي بيحبها الشيف، شويه الكمون الحلوين، شويه الكركم اللي هيدي لون. على فكره تقدر تعمل المبكبكه بالطماطم، ممكن تعملها من غير طماطم حسب الرغبه. فلفل اسود اللي انا بحبه مع اللحم، شويه الملح، وعاملين كنترول على الملح لان احنا حاطين ملح في الايه، في الاول خالص. نقلب كده. اللحمه هنا خدت طعم اهي زي الفل. اسيب اللحمه دي تستوي يا عم الشيف مع شويه صوص حلوين او شويه شوربه حلوين او شويه جوس حلوين، لان هو ده اللي هيستوي فيه المكرونه. ننزل بالميه. اللهم صل على النبي. يلا بينا. الله، ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ هتستوي كيس مكرونه ولا كيسين؟ قولي لي. كيس مكرونه دي كفايه، هنزود شويه. هتحط اتنين كيس، زود الميه شويه. يعني ممكن تعملي اللحمه دي على كيسين مكرونه، العيله تاكل والجيران تاكل والحبايب تاكل. ممكن تعمليها على كيس واحد، اختياري يعني. كميه المكرونه هنا قرارك انت. نقلب اللحمه دي كده. الله، والزعتر الحلو ده في قلبيها، بس لما نيجي نحط المكرونه نشيله. الروزماري ده في قلبيها، لما نيجي نحط المكرونه نشيله. ونغطيها يا عم الشيف وننساها شويه ونخش على اللي بعده. معانا سلطة الفلفل بالطحينة، مقاديرها على الشاشة، بساطة سهولة مرونة. معانا فلفل ألوان، أخضر أحمر أصفر، في ألوان كتيرة للفلفل موجودة في الماركت أو عند بتاع الخضار. معانا التوم، وأنا حاطط هنا التوم سليم علشان أعصره وآخد القلب بتاعه ده كده. وعلى فكرة دايما لما تيجي تعملي رز صيادية أو تعملي حاجة فيها تيست جامد، قشرة التوم وقشرة البصل بتلعب دور مهم جدا في الطعم والفليفر، وإن الصوص هنا يبقى لطيف وجميل. هنا تشكيلة الخضار مع التوم والطحينة. هنبدأ ناخد الخضار بتاعنا ده يا عم الشيف ونشويه في قلب الفرن مع زيت زيتون بالشكل ده كده. أنا بالأمانة يمكن مش مكتوب في المقادير روزماري، بس الروزماري ده مهم جدا، وأحط عليهم شوية زيت زيتون وشوية ملح. حلو، وننتهز الفرصة على اللحمة بتاعتي ما تستوي، وتعلمي مني إزاي لما تقفوا في المطبخ
تقدري تستغلي وقفتك في المطبخ وتعملي حاجات كتيره قوي، تعملي حلو، تعملي كيكه، تعملي بطاطس مشويه، بطاطا مشويه، بطاطا مسلوقه، بطاطس مسلوقه. طالما انت واقفه في المطبخ تقدري تعملي حاجات كتيره، ما توقفيش وتستني على الحاجه لما تستوي. يعني مثلا حله محشي بتعمليها ورق عنب او كرنب، حطيتها على النار، اقف جنبها لغايه لما تستوي. ده انا اعمل جنبها ديك رومي على ما تستوي. هنحطها في الفرن كده مع بعض. شفت الحلاوه والشكل الجميل الحلو ده كده؟ يلا بينا في درجه حراره 180 المطلوب من الفرن هنا يساوي لي الخضار ده. ايه الصوره الحلوه دي من الفرن؟ طيب خلونا ناخد بعضنا ونطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل نشوف مع بعض اسرار عمل المبكبكه باللحم الضاني او الكندوز او بالفراخ. هي مدرسه واحده ولكن الفكر الطهوي متواجد. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. عايزين نشوف اللحمه اخبارها ايه. شوفوا الصوره الحلوه دي كده، ايه الجمال ده يا عم الشيف؟ اللحمه تتناغم حلو مع التوابل مع البهارات، اللطافه والبساطه والسهوله هنا. تقدري ازاي تقدري توصلي للطعم بطريقه سهله وبسيطه. لو بنعملها بالفراخ يا شيفنا نفس الطريقه، نفس الطريقه، كل القصه هنبدل الفراخ، هنبدل اللحمه بالفراخ. بس في تركايه هنا اقولها لحضراتكم وقوليها لجيرانك وحبايبك اللي ما شافش الحلقه النهارده. دي دايما بتاعت الشيف المغازي تركايه، مع تواجد الطعم ده والبهارات الحلوه دي الشيف المغازي هيعمل ايه؟ حلو قوي. اول حاجه هرفع الروزماري والزعتر اللي انا حاطه في قلب الحله مع اللحم علشان ده ما يبقاش شكله مش لطيف مع المكرونه. انا خدت الطعم منه، دي اول حاجه. ده زعتر وروزماري. حلو، في تاني؟ زي الفل يا عم الشيف. الله، شويه لحمه حكايه وشويه صوص جامدين قوي. حلو قوي. تركيه بتقول ايه بقى؟ التوم، الله عليك يا شيفنا، التوم الطازه ينزل في الشوربه وهي بتغلي. شفت الكميه دي؟ بص عليها كده، بص عليها اهي، تنزل فين؟ في قلب اللحمه. يا ويلي، ونقلبها. نعم، انا بحب كده. ولما تجربي الطريقه دي هتقولي لي رايك فيها. بيقولوا لي ليه ما حطيتش التومه تتحمر مع البصله؟ دي مدرسه المغازي، دي معلقه فلفله حلوه. اخواننا في ليبيا بيحبوا الهريسه، اخواننا في المغرب بيحبوا الهريسه، اخواننا في تونس تحيه كبيره لكل الشعوب العربيه. الهريسه اللي هو الفلفل الاحمر. ونقلب كده ونسيبها على النار. التوم الطازه هنا مع الهريسه والفلفله الحلوه بيعلي من الطعم، بيخلي الطعم هنا قوي جدا. المكرونه بتاعتنا اخبارها ايه؟ اهي مكرونه بينا او مكرونه المقصوصه الصغيره دي، شايفينها دي؟ اهي دي عند الراجل بتاع الكشري معروفه. في اصغر من كده؟ بصراحه يعني، بس ما لقيناهاش. في نوعيه مكرونه زي دي بدون ذكر اسماء اصغر من الحجم ده. جيبوا لنا كده الشكل ده يا شباب. المكرونه دي اهي، اوريها كده لحضراتكم. دي مهمه جدا عشان ما تعمليش المبكبكه بمقصوصه ولا تعمل بالبنه ولا بالاسباجيتي. في مكرونه اصغر من دي كمان، لو لقيتيها جيبيها. حلو الكلام. دي اللي بيستخدموها للكشري. هننزل بالمكرونه دي كده هنا. زي ما قلت لحضراتكم تقدري تعملي كيسين مكرونه، ثلاث اكياس مكرونه زي ما انت عايزه. هتزودي المكرونه زودي الشوربه، هتقللي المكرونه قللي الشوربه. وانا شغال زي الفل. اهم حاجه الطعم من البصلية اللي طلعت مني. هنزود احنا كمان الشوربه اهو، ونسيبها على النار. ده سهل يا شيف، هو ده. اكله حلوه تقدري تتحكمي في الطعم، تخليها سبايسي ما تخليهاش سبايسي. بس نصيحه مني، تسالي ضيوفك، جوزك قال لك نفسي اكل المبكبكه، اعمليها. هيعزم حد من صحابه يا حماده، اسال صحابك عايزين المكرونه المبكبكه حاره ولا مش حاره، لان معروف عنها بتبقى سبايسي شويه. شفت ازاي المكرونه في قلبيها؟ لا للامانه هي عايزه شويه المكرونه دي كمان. يلا خلينا ناكل كلنا، يلا بينا ونقلب.
ممكن اختياري تحطي طماطم مبشوره او ما تحطيش. حسب اسالوني في الكنترول نحط طماطم، انا ما حطيتش طماطم، ما بحبش الطماطم معاها عشان ما تبقاش مكرونه بالطماطم. انا حطيت فلفله حلوه وحطيت بابريكا، اللون الاحمر جاي من هنا. سالتوني ليه؟ محدش سالني ليه. البطل هنا البصلايه، معلقتين التوم اللي انا حطيتهم في الشوربه وهي بتغلي. ولكن ليه ما حطيتش طماطم يا عم الشيف؟ عشان التفاصيل تبان واحنا بناكل، تبقى المكرونه بلونها، الحته اللحمه بلونها، البصلية بلونها. انما لو حطينا طماطم او عصير طماطم او معجون طماطم هنا هيبقى لونها احمر، ما اناش عارف تفاصيل المكرونه من اللحمه. هسيبها على النار بالشكل ده كده تستوي، وتعالوا مع بعض نشوف مقادير العصير اللي انا هعمله النهارده. عصير قيمته الغذائيه عاليه جدا. في حد اغطيها ولا اخليها؟ ايه رايك؟ خلينا نغطيها احسن. حلو، طيب يلا بينا. العصير هنا قيمته الغذائيه عاليه جدا، ولكن اتعلمنا من الشيف المغذي لما نعمل عصاير او حلويات لازم نغير السكينه ونغير الجلافزات ونغير المكان. مش نغير المكان الاستوديو يعني، لا نغير المكان اللي هنشتغل فيه ونبدا ان احنا نعمل العصير بتاعنا. يا نعم، المقادير على الشاشه. معانا كانتالوب او شمام، المسمى الاثنين واحد، كانتالوب او شمام. معانا نعناع، ومعانا ماء مثلج. ما عندكيش ميه مثلجه، حط الكانتالوب في الثلاجه وديه في فريزر، تبقى عمليه التبريد قويه بس ما يتجمدش. حلو، وبعدين تضربيه في قلب الخلاط مع ميه عاديه لو هتعمليه سموزي. حلو الكلام، تعالوا نشوفوا نعمله مع بعض ازاي. الخلاط بتاعنا الحلو بالشكل ده كده. ايه الاخبار؟ العب، هو ده. حلو، بسم الله الرحمن الرحيم. اهم حاجه تبعدي التوم، تبعدي الحاجات اللي ممكن تبوظ لنا الطعم. السكر بتاعنا الحلو ممكن تستبدليه بعسل. معانا نعناع اخضر، معانا الكنتالوب يتغزل فيه، انا بحبه على فكره زي ما هو كده. بحب دايما اضيفه للفروت سلاط، لما نعمل فروت سلاط ونحط عليه كنتالوب ومعلقتين عسل يا ست الكل وشويه عصير برتقال، خدونا في حته تانية. الكنتالوب ده بيتغير وبيطلع من جلده، ما بيبقاش طعمه طعم الكنتالوب. السكريات بتاعت الكنتالوب غير اي نوع سكريات بتاعت فواكه، خلي بالك، زي السكريات بتاعت المانجا. تعالي كلي مانجا كده وكلي وراها اي حاجه، ما تستطعمهاش والله. لو اكلت ورا المانجا الشهد، اللي هو الشهد اللي بيسموه فاكهه الشهد، اللي هي البيضه الحلوه دي كده، حلو، ما تستطعمهاش. هي كده سبحان الله. الكنتالوب نفس القصه، كل الكنتالوب ده كده هو معسل وكل وراه حاجه ما تستطعمهوش. في انواع من الفاكهه كده ما تحبش، زي الفريك ما تحبش الشريك واحنا بناكلها في بقنا، خلي بالك. من ضمنها الكنتالوب والمانجا. حلو، لا الفراوله عادي، الفراوله والبرتقال عادي بيحبوا الزحمه. ده الكنتالوب بيتحط هنا، لسه الفراوله جايه ايامها الحلوه، الشتاء بيجي بخيره. ده كنتالوب. الله، ودايما لما تستخدمي النعناع الاخضر في العصاير استخدمي ورقه النعناع مش العرق بتاع النعناع. عرق النعناع يمرر لك العصير، ربنا يكفينا شر المرار. اهو ورقه النعناع يا استاذه، اهو ده مهم جدا. شفت؟ هو ده اهو ورقه النعناع دي اهم حاجه. اهي اوعى تحط العرق، تعملي تبوله، تعملي فتوش، تعملي عصير بطيخ بالنعناع، عصير ليمون بالنعناع. حذاري تحط عرق النعناع، الماء المثلج. انا دايما بحب العصير الفريش على السفره عشان اخسر حاجه. واولادنا على حسب ما بنعودهم، لما تكون انت قاعد رب الاسره او الام ربة الاسره اللي هم العمود الفقري للاسره، ولو انا فتحنا العلبة الكنز سواء اي مياه غازيه بنفتحها على السفره وبناكلها مع الاكل او بنشربها مع الاكل، لا يعني احنا مش ضدها، ما بنصحش بيها، تعمل تهشاشه في العظام ومشاكل في القولون ومشاكل كتيره مع الاطفال بالذات. ولكن يعني اولادنا ننصحهم بكده. ادي السكر مع العصير بتاعنا، ونضرب الخلاط بتاعنا ونشوف احلى عصير بنعمله. We'll be right back.
بس خلاص. شكرا يا صديقي. بيقولوا لي المعجبين والمشاهدين يعني دايما تقول لي الخلاط يا صديقي، الخلاط، الكبه، سكينه، اي ادوات بستخدمها في المطبخ بتساعدني على ان انا ابدع فهي صديقه ومساعده ليا. هناخد العصير بتاعنا يا صبابين العصير، زيدوا حالاته. الله، نعم، الخضار ده من النعناع، يا بتاع النعناع يا منعنع. تعالوا نفتح الفرن ونشوف ايه اللي في الفرن عشان ناخد بعدين ونطلع فاصل صغير عشان عايز اعمل سلطه جامده جدا. بس خلونا نشوف الفلفل المشوي بعد ما دخل الفرن مع الروزماري مع الثوم مع البصل. شوفوا الصوره الحلوه، نطلعه مع بعض ولا نخليه؟ بصوا عليها هنا، ايه الحلاوه دي وايه الجمال ده؟ اللهم صل على النبي من خير ارضنا. خلينا ناخد بعضنا ونطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل. اخبار المبكبكه، عندنا سلطه الفلفل المشويه، العصير يساعد على الهضم ومفيد جدا، اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل مع احلى مبكبكه تخف الدم مصريه، ولكن جذور الاكله دي ترجع للشعب الليبي الشقيق. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ حته المكرونه تاكلها قبل حته اللحمه، القرن الفلفل اللي عامل زي الموز في قلب الخلاط ده، ده رايح جاي ده كده. انا مش عايز اقطعه عشان الاطفال ياكلوا منها على فكره. الف انا وشفا. انا خدت نغرفها مع بعض. اللهم صل على النبي. المبكبكه دايما بيبقى فيها طعم سبايسي. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ يلا بينا. الله الله، غزيله يا عم سامح. ايه الحلاوه دي؟ ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ مكرونه مستويه؟ طبعا مستويه. طالما نزلنا بالمكرونه على شوربه بتغلي او على ميه مخلوطه بزيت وملح بتستويها لاي حاجه، هم 10 دقايق بتلاقي المكرونه استوت. انما تحط المكرونه في ميه وتنتظر عليها لما تغلي، هتلاقي المكرونه دي عجلت منك واتكسرت منك، لان المكرونه دي مش رز، المكرونه دي تصنيع. فلازم لما تيجي تسلقيها او تسويها لازم تنزل على شوربه مغليه او على ميه مغليه. الله، ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ الف انا وشفا. نروق الدنيا زي الفل. ده مهم جدا، النظافه، البرزنتيشن اللي هو الشكل اللي هو الصوره، ده مطلوب. تعملي بقى خروف، تعملي طبق بيض، تعملي فطير، تقديم مهم جدا. معاكي منديل، معاكي فوطتك في المطبخ، الحاجات الحلوه دي مطلوبه. هو الطبق بصراحه مش محتاج اي جرنش. ليه؟ قرن الفلفل الحلو في قلبها، حته اللحمه الحلوه اللي جايه من عند الجزار المعرفه في قلبيها. الف هنا وشفا. اللي ياكل حلو قوي. تعالوا نشوف مع بعض السلطه اللطيفه دي هنعملها ازاي. السلطه دي مكوناتنا شفناها قبل ما نطلع الفاصل، وشفنا طبعا مع بعض الفلفل المشوي، شفنا كمان التوم مع زيت الزيتون مع العود الروزماري الحلو. طبيعي انك بتطلعيها من الفرن بتسيبيها لما تبرد شويه، ونجيب الكبه بتاعتنا الحلوه دي كده، وهعمل احسن نوع وافضل نوع من انواع المقبلات ممكن تشوفيها على السفره. مكوناته حاجات كتيره قوي. تقدري تحطي كوسه، تقدري تحطي الخضار اللي انت حباه، بصل زي ما انت عايزه. حلو، ده مطلوب منك. ايه الدنيا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو ده. طيب هناخد الفلفل ده كده مشتقاته. اول حاجه الروزماري، شفت الروزماري بقى ما ينزلش كده، ينزل كده. ده بصي وانا بنزل اهو، هو ده اهو. اخواننا اللي بيشوفونا اهو، خلي بالك ده مهم جدا اهو، الورق بتاع الروزماري اهو اللي نشف اهو، شفت ازاي اهو. اوعي بقى تغلطي ومستعجله وتيجي حاطالي ده. يا سلام لو بتاكلي وحماتك معزومه والبتاع ده يتكسر ويجي بقى ايه بين السنان وبعضيها. اللحظات الحلوه والاحراج هتشوفيها على السفره. اه والله، اه مهم جدا، خلي بالك الحاجات دي كلها. الخلاط هيكسرها، بس لما نيجي ناكلها بقى
تعمل لنا مشاكل بين السنان وبعضيها، وخلي بالك ما تطلعش حظك غير مع حماتك. اه والله يعني بص ساعات كده بتحصل لنا الحاجات دي، وحصلت لي ساعات كتير ما بتحصلش غير مع الضيوف. ناخد الفلفل ده نحطه الاخضر والاحمر والاصفر. لا التوم مش هحطه غير لما هوريكم ازاي ننزل بيه دلوقتي. اهو بصل. الله كل ده في قلب الخلاط يا شيف، كل ده في قلب الخلاط يا عم الشيف. الله شويه البهريز دول مهمين. شفت البصلايه الحلوه دي كده؟ اللهم صل على النبي. هعمل ايه دلوقتي بقى؟ اخد التوم ده كده وانزل بالايه؟ اهو ده شفت ده؟ النشو بتاعه نفس القصه. شفت؟ الله يبذل ايه؟ اهو ده، ده اللي انا عايزه، ده اللي انا عايزه. ماشي يا عم زيزو. ده التوم. ينزل كده زي الفل. والشويه السائل الحلوين دول انا عايزهم، ده مهمين جدا بالنسبه لي دول. الزيت مع الفليفر بتاع الخضار، مع الفليفر بتاع الروزماري، مع فليفر الزعتر. اوعى ترميهم وتاخدك الجلاله وتروحي بالصينيه دي عند الفرن خالص. اصبري عليها كده لما تنزلي البهريز. والله اللي بقوله ده مهم جدا في المطبخ. معايا نعناع. جوزي مش بيحب ريحه التوم، بينزل الشغل بعد الظهر بيقابل صحابه. اعمل ايه؟ ده توم طازه. ما يخشش الفرن بقى التوم ده، قصدي النعناع. ده نعناع اخضر اهوت، نزلت بيه في السلطه. حلو الكلام. واضرب كل ده في الخلاط بعد ما روق الدنيا دي يا عم الشيف. وده مهم، تعملي اكل، تعملي حلويات، تعملي شربات. يا شربات مطبخك رايق. حلو. هتضيف ايه هنا دلوقتي يا عم الشيف؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هضيف شويه بقدونس حلوين، شويه زيت زيتون. طبعا حاطين توابل اهو، ده زيت زيتون بينزل. هنضيف عصير ليمون. واحدة واحدة معايا كده عشان بنعمل سلطة لها قوامها. ده عصير ليمون اهو. هنضيف طحينة، بس الطحينة هنضيفها والخلاط شغال. يلا بينا. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ اطعمه كتير، فليفر كتير، اذا كان الفلفل، اذا كان زيت الزيتون، اذا كان الروزماري، الزعتر. السكينه ترفعها من قلب الخلاط عشان ما تعورش ايدك، تعور اصبعتك. خلي بالك دي تحافظ عليها، عشان دي من غيرها مش هتعرفي تعملي حاجه حلوه في المطبخ. ونغرف السلطه بتاعتنا دي كده هنا. اللهم صل على النبي. طبعا دي سخنه طبيعي، دي لما تبرد هتلاقيها مسكت نفسها كده، عامله زي المهلبيه، عامل زي الرز باللبن. شايفه البخار اللي طالع ده كده؟ اهو الفلفل طالع من النار، نزلنا عليه بالطحينه. الطبيعي دي لما تبرد هتضربي فيها المعلقه تبقى زي المربى. الف هنا وشفاء. الليمون فيها فيتامين سي، زيت الزيتون. اللهم صل على النبي. طبق السلطه فيه كل حاجه حلوه ممكن تدوري عليها. ده ميزته بقى انك تاكليه على يوم اتنين تلاته اربعه، تاكليه مع مشويات، مقليات، فواتح شهيه، صبح، ليل. مكوناته لطيفه وجميله. الف هنا وشفاء للي ياكل منه. بنغرقه بشويه زيت زيتون. شفت الحلاوه دي كده؟ اوه ده. اللهم صل على النبي. حلقتنا النهارده بساطه، سهوله، مرونه. قدرنا نوصل للطعم؟ قدرنا نوصل للابهار الطهوي؟
قدرنا نعمل المبكبكه بطريقه حلوه ولطيفه ولكن المهم انك انت كمان تقدمي الاكل بتاعك بشياكه وباناقه وبحب، وده بيبان في طبق وانت بتغرفيه. العصير بتاعنا لطيف وجميل كمان بيساعد على الهضم. رؤية فن ابداع بتشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيرو.